مشاهدينا بقناة الجزيرة مباشر، نحن في مخيم إيواء ضحايا زلزال المغرب، زلزال الحوز بدوار البور جماعات ورقان إقليم الحوز، وفي لقاء مباشر مع سيدة إحدى ضحايا هذا الزلزال. سيدتي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول لنا، عرفنا براسك، شواقع شنو وقع؟ ايوا وليدي، وقعنا اللي كتبه من الله، داكشي اللي كتبه لنا الله، مش انا ولادنا، انا نيت في الارض، تحت الارض تاع هي مسكينه، جوج طبقات اللي طاح فيا، غير ولادي وجيراني اللي الله يخلص ليهم، اللي لقضني الله يلقضهم في الدوم والقيام. مشى ليا ولدي مشى ليا بنت بنتي، بنت ولدي مشى ليا، عريستي الله يرحمهم، مشى ليا جيراني. حنا نطلب سيدي مولانا الكريم، نطلب الله يرحمهم، يغفرهم، يتوب عليهم، يتوب علينا حتى حنا. نطلب الله ينصر جلالة محمد السادس، الله ينصر جلالة محمد السادس، الله يدير فيه البركة، الله يعفو عليه، يعفو علينا، يعفو على جميع المؤمنين. الله ينصر مولاي الحسن، الله ينصر مولاي الحسن. داك الليلة فين كنتي يا الحاجة؟ داك الليلة كنت في البيت ديالي، ولادي أنا في البيت ديالي، ولادي في دارها، ولدي الآخر في دارها. إوا اللي جا داكشي أنا نحست بوحدي مع الله، ولادي نعسو، داكشي اللي جا داكشي تنسمعهم، تنسمع داكشي بالهلا، يوريكم داكشي اللي تنسمعهم، تنسمع الدنيا كلشي تتمشي وتجي، تنسمع داكشي في الأرض، ولكن الله اللي كتبناه هكاك، تنحمد الله وتنشكرو، تنطلب الله والمالك يديرنا السكنة، بغينا السكنة، بغينا السكنة، احنا غير في الأرض، احنا غير في الأرض، الله يدير البركة. قولي البارح صبت الشتا، كيفاش كانت الظروف؟ إيوا البارح صبت الشتا، هذاك الشيء اللي عطاوه من الناس اللي طاح عليهم في الأول، أنا فزت كل الناس بالماء. حتى عطاني هاد الميكات، الله يرحمهم، الله يخلف عليهم، الله يخلف على السلطة، الناس ديال لو سي بي تاعهم، الله يخلف على المحسنين، الله يدوم جلالة محمد السادس، والله يعظم الأجار في الموتى، والله يصبركم، الله يرحمهم، الله يغفرهم، الله يتوب عليهم، الله يتوب على حنا، حتى حنا الله يتوب علينا، يرحمنا، يشوف فينا. اللهم امين. اذا تستمر جوله الجزيره مباشر، احكي لنا شنو واقع، شنو بالنسبه لك انت ايضا، قول لنا شنو وقع لكم الخسائر، بالنسبه كيفاش تدوزوا نهاركم هنا؟ نعاود لك نهار الفجعه هي الاولى، اول قبل كل شيء كنترحم على الشهداء اللي ماتوا، الله يرحمهم، الله يغفر ليهم، والله يدير البركه في اللي بقى، والله ينصر سيدنا، وكنشكر المغاربه من طنجه حتى للكويره، حتى شي واحد ما خلى من حقه، الله يجازيهم بخير. المهم نهار الفجعه ديما تندخل مع 12 الوحده في الليل، ذاك النهار دخلت بكري، المهم كنت في الدار، يعني يلا بغيت ناكل واحد شويه، الدراري يلا دايرين العشاء في كوزينه تياكلوا، هو الوالد والوالده ومرت خويا وسنتو والدراري كاملين جامعين مجموعين في كوزينه. المهم واحد شويه شي 10 وقسمين ولا 11 وقسمين ولا شي داك الشيء، تنسمع داك الشيء تتزعزع بحال شي انفجر شي قنبله ولا شي حاجه بحال ما هكا. المهم تيطيح عليا الطراف، المهم زقيت في بلاصتي ما تحركت ما والو، المهم تنشهد، بقيت تنشهد حتى داز داك الشيء. المهم اللي داز هذاك الشيء لقيت الدار مسدوده، درت كيفاش
نخرج منها دخلت عند فين كاينين الدراري. المهم حتى شدهم واحد واحد حتى نخرجهم حتى درت لهم الطريق حتى نخرجهم. ملي خرجوا الناس ملي خرجت كاع طمأنت على الحاله ديال الدراري عندي والوالد والوالده المهم العائله خرجتهم وجيت حدا الجيران تنعيط عليهم واحد واحد اللي خرجنا تنمشيو للاخرين. المهم هادشي فاش دوزنا الليله حتى الصباح لنا تلات روحين الطريق مقطوعة الريزو ما كاينش باش يوصلونا سميتو المساعدات ديال الوقاية المدنية البارح صبت شوية ديال الشتا عاود ليا كيفاش دوزتو البارح كانت واحد شوية الشتا والناس ما عندهمش المياه. المهم طلبنا الناس اللي في السفينة مشكورين من هذا المنبر حتى هما عطاونا الرولوات وجبنا رولوات من وحدين اخرين من عند سميتو كنزة فرنجاوة حتى هي الله يجازيها بخير وجبناهم من سميتو من القيادة وسميتو من الجماعة اللهم الله يجازيهم بخير حتى هما. المهم بدينا تنقطعوا في المياكي عبرنا القياطن دوك المتروات تنشدوا الميكا تنقطعوها كل واحد تيدي ميكتو. شكرا تا عطينا لهم سميتو ديالهم. شكرا لك الله يجازيك. إذا تستمر شاشة جزيرة مباشر في نقل شهادات الضحايا زلزال الحوز ومعنا سيدة أخرى. عرفنا براسك وحكي لنا شنو وقع لك ذاك الليلة. سميتي كلتون بداري. السلام عليكم بعدا ورحمة الله تعالى وبركاته. سميتي بداري كلتون. ديك الليلة يلا تشيت أنا تشيت ماشي ما تشيت ولدي في الصالون كي كونكتا في التليفون هو يعيط عليا يلا بغيت نوز قرعة الماء في الثلاجة وداري داك الشيء بحالي شي الهلولة بحال الهلولة نيت داني وجابني وكيعيط عليا امي في الصالون. امي اش هاد الشيء قالت لي انا ما عارف وبا وامي هو ينوض يجري عندي قال لي امي قال لي يا ربي هذا الزلزال هو يخرج للزنقة وتفكر ورجعت ليه تاني الذاكرة حين ما تبعتوش انايا ورجعوا لقاني انا يطيح عليا البلاكار في الكوزينة تنقول باقي وربي هو يدخل ويتخلع وقال لي امي وانا نقول ليه نعم وتيغوط تيقول لي يا ربي امي حيا ليا يا ربي امي حيا ليا هو اللي نقدني هو اللي جبدني وخرجنا وتشوف المشكلة ما باقي حسيت انا براسي اش صار ليا حسيت تاني بالجيران كنعيط على واحد جالتي زينة عاد قالت لي نعم قلت لي واش نتوما حيين تقول لي واعتقي الروح وفكرت تاني في عروسة لوستي وقلت له والدي مرت عروسة عمتك جريت وتعيط عليها جميلة انتي ولادك حيين تقول لي ايه واعتقري مش اعتقها بلا صندرة بلا حواج بلا والو وجرى تاني عندي وجاب عليا قال لي نوض من تما يا زيدو على برا وخرجنا تاني للشانطي ومشى تاني مسكين الله يخليه ليا ويخلي ليا صحيحته وكنت من الناس ربي يكمل ليه ما كنتمنى في حياته ومشى تاني عند ديك الجاره كيغوض على الناس واعتقوا الروح وهما يعتقوا بنيه تهرست ليها في رجليها وليد قوت توفى وهي قالت كل شيء مضروبه وخالتها تضربات في الراس من تما بقات الحيحة حتى الصباح. انت داك اللحظه باش كان شنو كان الاحساس ديالك؟ الخوف جاني الخوف حيت انا ما عمرني تسمعت الزنزانه ولكن انا ما عمرني في حياتي عطوش ديك اللقطه بحال هذاك ديك اللقطه هي الزنزان ما عمرني عرفتها في حياتي كنت نتفرجوا كنشوفوا الزنزان ولكن ما تصورش بلي ديما ديك اللقطه هي الزنزان في حياتي حتى ديك الليله والحمد لله جاب الله صلينا صلاتنا واستغفرنا الله وتوبنا باش يسمح لينا ويغفر لينا كون متنا غادي نموتوا شهداء ولكن صد ربي باقي طول لينا في العمر ونعيشوا ونشوفوا ولادنا والله يرحم اللي ماتوا والله يرحم العائله ويغفر لهم ويتوب عليهم ويسع عليهم في الدنيا وفي الاخره ديالهم. شحال فقدتي من واحد؟ شحال من واحد؟ انا فقدت خالي مرتو عروسته ولد واخوة عروسته اخرى بنت عروسته ولد بنته لوستي بنت خويا بنت عمتي
ماشي جوج ولا 11 واحد من العائله، 11 واحد. خلي عليك الجيران الله يرحمهم، حتى هما راه بحال العائله اللي مشاو لينا، راه عائله نيت عائله، حيت حنايا ديما كرامه مع راسنا وجيران، وكنقصوا اللي عطى الله وما كندخلوش على بعضياتنا. ماشي تبكي العائله، تبكي حتى الجار الا زين ليك، حيت الجار هو فاش كيسول الله تعالى قبل من كل شيء. والله ينصر سيدنا، الله يطول في عمره، والله يشافيه. وغنضيف لك واحد الهضره حتى هي، انا راجلي الله يرحمه واحد من مناضلين ديال سيدنا الله يرحمه، في رجوع ديال الصحراء، وعندي الوسام ديال سيدنا لحد الان محتفظه عليه، ديال راجلي في حياته. والله يصبرنا لينا على ما ترى، والله يصبرنا على ما ترى ويخلف لينا ما ضاع. وكنتمنوا الصحه والعافيه، هذا الشيء اللي عطى الله، والحمد لله على كل حال. الحمد لله، كنطلب الله يغفر لنا ويجعل هذا المأساة مغفرة الذنوب ديالنا. والله ينصر سيدنا، والله ينصر سيدنا ويخلي لي الأسرة العلوية كاملة ويطول في عمره. والله يجازي المحسنين، والله يكثر على ولاد البلاد واقفين معنا في المحنة والحلوة، والله يكثر خيرهم، حتى هما راه ما تخلاو علينا، ما محتاجين حتى حاجة الحمد لله. كنطلبوا غير السلامة والعافية في هذه الدنيا، والسكن حتى هو المهم، السكن هو المهم في كل شيء. كي دوزتوا الليلة هاد البارح؟ البارحة كاينة الشتاء، جاتنا شوية الخوف حيت غادي نتكرفصوا، ولكن جاب الله زبط شوية وتحبسات. وما كنا بات الشتاء غادي تخلينا المسائل اللي جابوا لينا الناس يتكرفصوا ونغلقوا، باقي ما ناكلوا ولا ما نديروا. لا اله الا محمد رسول الله. شكرا، والله يعظم الاجر في اللي مات، والله يصبركم. اذا نحن لازلنا في بث مباشر من مخيم البور باقليم الحوز، هنا يقضي ساكنة هذه المنطقة الذين تضرروا بشكل كبير من زلزال الحوز، أيامهم في انتظار الفرج وفي انتظار تغير الحال إلى أحسن حال. بطبيعة الحال يبقى الفقد فقدا، ومواساتهم كما يعني استقتها يعني الجزيرة مباشر، هو هذه القوافل وهذه الزيارات المتتالية لساكنات المغرب ومن خارج المغرب ومن الشعوب العربية، يعني لمؤازرتهم في هذه المحنة. السلام عليكم. يعني ندخل إحدى خيام يعني الجزيرة مباشرة يعني معكم. اجلسي يا شريفة، اجلسي اسمحوا لنا على الدخلة. الله يبارك فيك. عودوا لنا شنو طرا، شنو اللي جات من عند الله مرحبا بها. كنا قاعدين كنتعشاو، يلاه قاعدين بينا نتعشاو، انا والبنات لحقاش بخوهم ميت غير انا والبنات اللي كاينين. ايوا وشويه كنسمعوا داك الشيء تخبط في السطح، تصحابنا غير شي حاجه تخبطات في السطح، وشويه تنسمعوا ديك الهزان بحال ديك الماكينه ديال طاح، وانا طق 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 حتى كنشوف الدنيا كتهز وكتحط فوق وراب علينا فوق الدروج. صافي حنا نخرجوا تنغوتوا، وجاب الله اختي حتى هي مسكينه هربات معايا وطاحت ليا في الطريق، ما تلات قدات تنوض تنهزو فيها، ما تلينا قدينا نهزوها، وجاب الله ولد الجيران هذا السي عبد الله هو اللي عاوننا مسكين، الله يجازيه بخير. ولد جيراننا حتى هو اللي عاوننا فيها حتى خرجناها، البلاصه اللي خرجنا منها كتريب، البلاصه اللي خرجنا منها كتريب، اي بلاصه خرجنا منها كتريب. ايوا الحمد لله اللي جات من عند الله مرحبا بها. ايوا الحمد لله ما خاصنا خير، دابا ان شاء الله خاصنا غير فين نسكنوا، واخا كاينين هاد الخيام راه ما دايمينش، دابا الشتوى والشتاء والدراري الصغار والمراه كبيره، يا راه ضلات ليا داوها للسبيطار تما علقوا ليها السيروم. هذه الاخت ديالي الكبيره. انتوا بوحدكم في الدار؟ غير بوحدنا في الدار، انا واختي وبناتي.
وبقيتو تحت طاحت عليكم؟ جاب الله الا غير يالله كتريب يالله طاح ليا فوق الدروج وهربنا، والبلاصه اللي خرجنا منها كتريب البلاصه اللي جاب الله الحمد لله عاوننا الله سبحانه الا هو بالقدره ديالته البلاصه اللي حنا خارجين منها وكتريب. هذا هو البارح كيفاش دوزتوا النهار ديالكم البارح ملي بدات الشتاء تتصب؟ ايوا جاب الله ولاد البلاد الحمد لله، ولاد الدراري كلهم تعاونوا مع بعضياتهم، ولاد الدوار الله يجازيهم بخير حتى هما تعاونوا جابوا البيكا وجابوهم المحسنين الله يخلف عليهم ما غاديش نساو خيرهم، حتى هما عاونونا حتى هما داروا لينا الميكا الخيام باش ما يدخلوا لناش الماء. ايوا الحمد لله ينصر سيدنا، كنتمناو الله يرحم الوالدين يديروا لينا غير شي ضيوف نستقروا، لان هذا الشيء راه ما دايم مع دابا الشتوى والبرد وداك الشيء اللي كنتمناو. والحمد لله راه ما قصروش المحسنين ما قصروا، والقوى المساعده واي كان راه ما مقصر اي حاجه الحمد لله ما خصنا خير الحمد لله. الله يجعل البركه في سيدنا والمحسنين وما خلاه من القوات ما خلاه من الدرك ما خلاو اي كان ما خلاو من جهدهم الله ينصر سيدنا. واي بلاد ساعدتنا وعاونتنا الله يجازيها بخير، اي بلاد ساعدتنا بالقليل ولا بالكثير الله يجازيها بخير. وحنا دابا راه كنتمنوا يساعدونا مازال لان باقي ما مستقرينش، كنتمنوا اللي قدر على شي حاجه تكون قليله ولا كثيره الله يجازيكم بخير وينصر سيدنا. راه دابا كتشوفوا الحاله الحمد لله ما خص خير. كيفاش تدوزوا النهار ديالكم هنايا؟ ايوا الحمد لله الحمد لله والشكر لله. كيفاش تدوزوا؟ صعيبه الحاله ولا؟ ايوا وليدي اش غادي نقول لك، داكشي اللي قدر اللي علينا الله هو هذا، اي حاجه اللي جات من عند الله مرحبا بها، بالحلوه ديالتها بالمر ديالها باي حاجه يصبر لها الانسان حتى تدوز. الحاجه اللي جات من عند الله ما عندك ما دير ليها، بخيرها وبشرها خصك تقبلها. شكرا لك والله يصبركم. اللهم امين سيدي وشكرا لكم حتى نتوما. الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم الله عليكم الخير الله يرحم ليكم الوالدين يرحم ربي ما كنت في العون قبل سيدي ربي عاش المالي اختي دوم ربي دوم المخزن يدوم الحمد لله ما مقصرين من جهدهم اي كان ما قصر من جهدهم. تنشكروا حتى الدول اللي ساعدونا اي كان اي دوله ساعدتنا بالقليل ولا بالكثير تنشكروهم تنشكرهم وتنشكر سيدنا حتى هو عاش الملك لان حتى هو ما قصر معنا من القوات من هذوك اللي مساكن تجبدوا الناس من تحت التراب اي انتم كتشوفوا بعينكم ما خفى عليكم شيء الحمد لله. شكرا الله يعاونكم ورحمه الله شكرا الله يبارك فيك.